القول الأول لا يفيد العلم مطلقا اللي هو خبر الواحد مطلقا لا بالقديم ولا بالعلم نفس الباب تعرفوه في خبر الأحاد كم هيك كم شيء ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يفيد العلم مطلقا لا بقرينة ولا بغيره طيب القول الثاني نعم لسه هنفصل التفصيل جاي إليكم موجز الأنباء وكذا التفصيل تجد موجز الأول فهذا القول الأول لا يفيدش العلم مطلق لا في قرينة ولا غيره القول الثاني أنه يفيد العلم مطلقا ولو من غير قرينة ده عكس الايه عكس الأولان يعني القول الثاني أنه يفيد العلم سواء كان في قرينة أو ما فيش القول الأولان لا يفيد القول الثالث يفيد إذا احتفت به القرائن وأظن طبعا يعني ده الدي الوسطية وده المنهجية اللي يعني اللي تستطيع التوفيق بين الايه المدارس وبين الاتجاهات المختلفة يعني اللي تشدد قال لا يفيد العلم مطلقا لا بقرينة ولا بغيرها خلاص كده يعني مثلا انت في الوزارة في وزارة الأوقاف واحد فأنا لقيتك في الشارع فقلت لي ايه الرواتب نزلت خلاص كده الرواتب ايه نزلت اليوم خلاص كده انت اخبرت واحد قد يكون انا عندي ما يفيد صدقك يكون انا كنت امبارح قبلك وقالوا لي حتنزل بكره وانت النهارده قلت لي كده ايه افادت العلم بس بالقرينه اللي عندي او واحد اتصل بي او انا قابلت صراف قبلك وقال لي رايح البنك وانت قلت لي ده عندي قرينه انما لو واحد قالها لك كده يا راجل ده النهارده 20 في الشهر هترد خبر عضو بدون ما تبحث ايه فيه يبقى مش كل واحده يبقى فيه قرائن ولما يكون مثلا في قرينة توجب الرد النهاردة 10 في الشهر وعمر من 50 سنة شغالين فيها الهم ده ومنزلش أبدا يوم 10 ده ما حصلش خالص ممكن في الأعياد من 15 لكن يوم 10 ده ما يدوكش 3 شهور مع بعض ولا يحصلش ان يدولك يوم ايه يوم 10 يبقى اولا قلنا كان قول ثلاث أقوال الأول لا يفيد العلم مطلقا لا بقرينة ولا بغيره الثاني أنه يفيد العلم مطلقا ولو من غير قرينة الثالث أنه يفيد إذا احتفت به الايه القرائن طيب الأول أو اللي عاوز التفصيل الأول اللي هو الرأي الأول ده بتاع مين ده مين اللي قال كده ده مذهب الجمهور الأصوليين والمتكلمين وهو مذهب الأشاعرة خلاص ومذهب الأئمة الثلاث ما عدا مين الحنابلة ده الايه القول الاولاني قالوا لا يفيد العلم انما يفيد العمل وردوا على من ادعى انه يفيد العلم بانها دعوى باطلة ليه لان خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال بس في ايه في الامور التي ايه لا تعم حتى عند الحنفية في حاجة ثم إيه ما تعم به البلوى ده ما يقبلش فيه الأحاد أصلا يعني مثلا مثلوا له مثال قالوا سقوط الإمام من فوق المنبر يوم الجمعة لو أخبر به واحد إنما هذا خبر يعني تتوفر الدواء على نقله تواترا فإذا واحد أخبر كأنه الإمام سقط واحد بس ممكن يكون شرفة حاجة إنما لما يكون 10 والعشرة بعضهم 20 والناس كلها واقفة في الشارع عندنا تقول لك ده الإمام ده معناه ده أفاد الإيه القبر إنما واحد ولا اثنين وكانوا بيصلوا في الشارع وكانوا عند الموضوع حتى ما كانوا جنب المنبر وبعدين يفيد العلم كيف يبقى في الحال نعم هو مثلا او مثلا حد فيهم يعني وهم مش عارفين مين الامام اصلا واحد وقع جنبه عشان كده يحدث ايه يحدث احتمال في المسألة دي يبقى الجمهور على انه ايه لا يفيد العلم وانما يفيد الايه وردوا على اللي قال كده
والامام الغزالي بيقول عدم افادته العلم معلوم بالضرورة، لانه في احتمال، وكل ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولو ما نقل عن المحدثين انه يوجب العلم، شوف الغزالي بيجيب لهم يعني بيلاطفهم، لا يعني يجيب لهم عبارة لطيفة، قال لما نقل عن كثير من اهل الحديث ان خبر الواحد يفيد العلم، فقال فلعلهم ارادوا انه يفيد العلم بوجوب العمل، يعني يفيد العلم بس مش يعني بوجوب الايه العمل، اذ يسمى الظن علما كما ايه ذكرنا. لا هو القول الثاني، القول الثاني اللي هو ايه يفيد العلم مطلقا ولو من غير قرينة، هذا مذهب مين؟ احمد وداود الظاهري والحارث المحاسبي والكرابيسي حسين الكرابيسي وجمهور المحدثين، وهو مذهب ابن حزم القول الايه الثاني. طيب والقول الثالث اللي هو ايه افادة العلم بالقرائن المحتفى به، هذا مذهب جماعة من الاصوليين والمتكلمين والمحدثين، وهو رأي ابن الصلاح ومن وافقه من المتقدمين والمتأخرين ممن قطعوا. شوف في قول كمان مهم جدا لازم تخلي بالك ليه، ان قلنا الرأي الثالث ده هو الايه اوجه الاراء الايه الثلاث، قلنا ده مذهب جماعة من الاصوليين والمتكلمين والمحدثين ورأي ابن الصلاح ومن وافقه. في جماعة من المتقدمين والمتأخرين قطعوا بأحاديث الصحيحين رغم أن إيه ليست كلها متواترة إنما فيها أحد، ومع ذلك جعلوها إيه، حتى لما قال كده في زاد المسلم قالوا أعلى الصحيحين وأعلى ما عليه اتفق، أعلى الصحيح ما عليه اتفق، فيلحق بدرجة المتواتر ليس من جهة الإيه الرواية إنما من جهة تلقي الأمة لهما بالقبول، فهذا هو تلقي الأمة بالقبول قرينة. أهل قلنا إذا احتفت به القرائن فهم أخبار أحد في الغالب، ولكن جاءت القرينة اللي هي إجماع الأمة وتلقيها بالقبول لما في الصحيحين، فأصبح كل ما في الصحيحين مقطوع به، ليس من جهة الرأي، من جهة الرأي في كلام، وإنما من جهة إيه تلقي الأمة اللي هي القرينة أعظم قرينة تلقي، ولم تتلقى الأمة كتابا إيه بالقبول مثل تلقيها لإيه للصحيحين البخاري إيه ومسلم. وبعضهم خالف في هذا قال يعني حتى تلقي الأمة بالقبول لا يفيد القطع بالثبوت، قالوا إنما تلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يكفي في العمل بهما تلقي الأمة بالقبول أو الظن أو ثبوتهما بطريق الأحد يكفي خلاص كده. المهم ايه لخصنا الايه الاقوال ايه الثلاث. فنعود الى ايه السؤال الاولاني، اجبنا على الاول بطريقة سريعة واتكلمنا عن الثاني، هنرجع الاول اللي هو ايه هل يكفي في مسائل الاعتقاد الظن ولا او لا بد فيها من الايه يعني معناه هل العقيدة تثبت بحديث الاحاد ام لا، يعني معناها ذا عظيم يقين ولا يكفي إيه الظن اللي هو ثبت بأحاديث الإيه الأحد. لازم احنا قلنا في رأي ثالث فلازم يكون عندنا حل وسط، فما ينفعش الرد كده يقول ما يكفيش وما ينفعش يقول يكفي، مش فرقنا احنا بين بين الأول يفيد مطلق لا يفيد مطلقا أو يفيد مطلق أو يفيد بإيه بقرار، كذلك يكون إجابتنا فيها حكمة. إن لو قلنا لا يكفي أو لا يجوز الأخذ مطلقا بالأحاد كده هنعطل جانب كبير من الإيه من الأحاديث، بل إنه المتواتر قليل جدا، في متواتر معنى وكثير المتواتر الإيه اللفظي،
طب ولو قلنا ايه يجوز مطلقا، اذا هنفتح الباب لايه للكلام لاثبات صفات ما انزل هندخل يعني، طب وبعدين نعمل ايه؟ قال لك ننظر ايه المقصود بالعقائد، يا اما اصول يعني كبريات العقيده اساسها قدم الله وحدانيته البعث النبوات الاساس في العقيده المسائل الاساسيه، ولا الفروع، والعقائد برضو فيها اصول وفيها ايه وفيها فروع. والله ان كان المقصود اصول الاعتقاد مثل وحدانيه الله وقدمه واثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الاخر، ده دون ذلك خرق لا يمكن ابدا، ولا فيش مساومه هنا ولا مجامله، لا يمكن يقبل فيها هذا الجانب ابدا اذا كان المراد ايه اصول. ليه؟ لان هذه ثابته بلا شك بنصوص القران المحكمه القاطعه، فلا تحتاج اصلا الى ايه موضوع الاحاد، وقد اجمعت الامه عليها واصبحت معلومه من الدين بالضروره، ودلت عليها الدلاله العقليه القاطعه. إذن مش ممكن يستقل بها ايه حديث احاد باصل من الاصول المجمع عليها، ده حتى من قبل نزول القرآن في الرسالات السابقة مجمع ومقررة في جميع الشرائع، فضلا عن أنها في شريعتنا وأجمعت عليها الأمة ونصوص القرآن كله. ثم يعني حتى السؤال من أساسه ساقط، جاينا ما فيش مجاملة ولا فيش إيه شيء، ولا حاجة أصلا إلى إثباتها بالسنة أصلا حتى المتواترة، لأنها موجودة في القرآن والإجماع، وورودها في السنة إنما هو تقرير وتأكيد وتفصيل لما جاء في القرآن الكريم أو تأييد أو استئناس إلى آخره، يعني ما فيش أصل حاجة لإيه للكلام ده. طيب لكن إذا كان المراد بالعقيدة فرعيات تتصل بالعقيدة حتى مش هي من الإيه من المعلوم من الدين بالضرورة، وخد بالك لا يتوقف الكفر إلا على إنكار معلوم من الدين بالضرورة، يعني حتى التكفير فيما ثبت بالتواتر فيه خلاف، إنما المجمع عليه أنه يكفر إذا أنكر معلوما، مش إذا أنكر ما هو ثبت بالتواتر، لا إذا أنكر ما هو معلوم، لأن الإيمان يتوقف على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به من الدين بالضرورة، والكفر أيضا على إنكار ما هو إيه معلوم مش ما لا أنا بتكلم على إنه المعلوم من الدين بالضرورة ده فوق المتواتر. بعض الناس يظن المتواتر ده أعلى، لا، لأنه في كثير متواترات نعرفهاش غير العلماء المتخصصين، إنما الناس العوام خلاص جايز الكفر يتوقف على إيه إنكار معلوم. إنما إذا كان المقصود بالعقيدة مثلا سؤال الملكين في القبر أو عذاب القبر أو نعيم القبر أو مسألة الرؤية في الآخرة أو الشفاعة أو خروج عصاة الموحدين من النار أو الصراط، الأحاديث اللي ثبتت في الصراط أو الميزان مما سكت عنه القرآن، شوف كده هنا القرآن هنا سكت ما فصلش، يعني أشار إشارات، يعني عذاب القبر ما صرح به في القرآن أو نعيم القبر، ولكن إشارات، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى إيه، يعني ما ذكر بإيه مسألة مثلا نزول عيسى عليه السلام، ما جاء في القرآن إلا إيه إشارة إنه لعلم للساعة أو لعلم للساعة، حتى بعضهم قال إنه الضمير مش عايد على عيسى، عايد على القرآن عشان يبعدنا عن الموضوع، يعني دي احتمالات، فهنا يسموها ايه فرعيات سكت عنها القرآن، فهذه لا منازعة في إثباتها ووجوب الإيمان بها من طريق الحديث النبوي، بس بشرط ايه يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، بشرط واحد ألا ايه يتعارض مع الدلالة العقلية، ما دامت العقل يجوزه، العقل غاية ما في الإمكان في مسائل الآخرة يجوزها لكن لا يحكم بوقوعها، وذلك لا يستدل عليها إلا بالسمعيات،
العقل ما يعني يقول جاهز، لكن هل يقرها انه يعني يثبت وقوعه؟ ما فيش، هو يقول لك جاهز. لكن الجواز معناه احتمال الايه؟ الامرين، احتمال تكون مش موجوده. لكن ايه اللي دل على وجودها؟ نعيم الاخره والصراط، السمع. وذلك سموها ايه؟ السمعيات، يعني لا مجال للعقل، غايه ما يصل اليه العقل انه يحكم بانها جائزه بس، يقدر شيء يزيد عن كده. لكن هل يكتفي انك تقول يجوز ان يكون في الاخره حساب ويجوز في الاخره؟ لا، يجوز ما ينفعش، ده كده شك كده. لازم يكون تؤمن بها يقينا. طيب كيف اؤمن بها يقينا والعقل لم يدل الا على جوازها، يعني لم يدل على وقوعها؟ يقول لك ما هو السمع جالك، وانت في الاول سلمت في كثير، في 90%، يا اخي سيب 10% للسمع، عاوز كل حاجه عقل. بس العقل ايه؟ ما انتهاش، يعني لا يقطع باستحالتها، وانما يقول بجوازها. الجواز يعني معناها ايه؟ ممكن او مش ممكن، انما لم يقل بايه؟ باستحالتها. طبعا ما قالش بوجوبها، لو قال بوجوبها خلاص مش عاوزين دليل اصلا سمعي. اذا عندك ايه؟ وجوب وايه؟ واستحالة. العقل يدل على الجواز لكن لا يدل على الوقوع. اذا احنا عاوزين حاجه ثاني فوق العقل تدلنا على الوقوع مش على الجواز، عشان نؤمن بها وبالاخره هم ايه؟ يوقنون. الدلاله العقليه هنا مش فيها ضوابط، ما هي الدلالة العقلية يعني حتى لو حتى بصرف النظر عن الضابط، لكن العقل وصلك لإيه؟ لإثبات الجواز، وهذا لا يكفي، ما يكفيش. يبقى إذا الآن عاوزين ما فيش نزاع بيننا بإنه ممكن نثبت الحاجات اللي احنا مثلنا لها بإيه؟ بطريق الحديث النبوي، بس بشرط يكون إيه؟ صحيح الثبوت، ما قلنا متواتر دلوقتي، ده فرعيات. صحيح الثبوت، صريح الدلالة، يعني كأني أريد أن أقول لك يكتفى بظنية الثبوت، لكن لا يكتفى بظنية الدلالة، لازم يكون قطعي الدلالة حتى وإن كان ظني الثبوت، بشرط واحد اللي هو إيه؟ ألا يكون، وهو أن يكون في دائرة الإمكان العقلي. يعني إيه؟ يعني الإمكان العقلي يعني احتمال الأمرين، يعني ألا يكون مما يقول العقل باستحالته. يعني مثلا إيه مثال؟ كيف أنت مش فاهم يا برضه؟ يعني مثلا وجود الجسم في مكانين، ده العقل إيه؟ يقول باستحالته. فلو جاء خبر من اللي في الآخرة بمثل هذا لا يقبل بخبر الأحد، لكن لو جاء في المتواتر نقبل. غضبت عني حتى وإن كان بس هو ما بيحصلش يعني، إنما لو جاء خبر بمثل ما يقول العقل باستحالته لا يقبل، خلاص كده. أو ده إيه المثال على هذا؟ يبقى بشرط أن يكون في دائرة الإمكان العقلي، يعني لا يكون مستحيل في نظر العقل. سار على هذا الاتجاه، خلاص فهمت السؤال؟ جمهور الأشاعرة والماتريدية وردوا على المعتزلة الذين أنكروا ما صح به الحديث من احوال البرزخ والاخره، والمعتزله رفضوا، عاوزين كله متواتر. طبعا في احاديث كثيره جاءت في الشفاعه والصراط والميزان، وكلها احاديث ايه؟ احاد احوال البرزخ. فاثبات العقيده بصحاح الاحاديث متفق عليه من حيث المبدا بين المدرستين المتنازعتين في عصرنا. لما مين؟ ها؟ من هما المدرستين؟ المدرسة الأشعرية اللي هي بتمثل التراث القديم، والماتريدية والتي تتمثل في الجامعات العريقة، الأزهر والزيتونة والقرويين، والاتجاه الثاني المدرسة الايه؟ الحنبلية التي يمثلها ايه؟ علماء السعودية. لا خلاص كده احنا الآن حل أظن يعني. نعم؟ ما احنا قلنا فرقنا بين الاصول وبين ايه؟ وبين الفروع. الفروع يكتفى فيها بس بشروط، شرطنا ان يكون الدلاله صريحه، يكون ما فيش في العقل ما ايه؟ ما يثبت انها ايه؟ مستحيله.
ولذلك هنا في سؤال اللي هو هل يكفر من أنكر عقيدة ثبتت بحديث صحيح؟ يعني أحد حتى المتواتر في التكفير بخلاف، إنما التكفير المتفق عليه في إيه؟ إنكار معلوم من الدين بإيه؟ بالضرورة. فاللي يكفر بإنكار حديث أحد هذا خطأ ولا شك ولا ريب، فإن أهل السنة بجميع أصنافهم وألوانهم وأشكالهم لم يكفروا الفرق المبتدعة زي الخوارج والمعتزلة وزي الشيعة، وما حد كفرهم، ده بل أبو الحسن الأشعري جمعهم كلهم وقال الإسلام يشتمل، يعني وصف الإسلام يشملهم جميعا، وسمى الكتاب مقالات الإسلاميين، وكل من كتب في أقوال الفرق الخارجة والمبتدعة سماهم الفرق الإسلامية، يعني ما في حد أخرجه من الإسلام. ومعلوم أنه كل فرقة بتنكر إيه حاجة ثبتت، لكن ما في فرقة أنكرت أصل ولا أنكرت يعني مثلا الوحدانية ولا الرسالة ولا الأمور التي جاءت إيه في الكتاب والسنة، إنما التأثير ده إيه في أضيق ما يمكن من الدوائر، زي ما احنا قلنا في المرة الماضية ان الامة الاسلامية والحمد لله ما فيش اختلاف ولا تفرق في الدين بين الاصول، لان هذه الاية التي افهمها كثير من الناس ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هي ليست في الامة الاسلامية اصلا، وان شئت فقرأ بعدها مباشرة انما لست منهم في شيء، ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقول لا إله إلا الله محمد أبدا، ده يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه، فكيف ربنا يقول لست منهم في شيء؟ إنما هي في أهل الكتاب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، اقرأ الآيات وتعالى ترون تجد الرد واضح، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه شيعا لست منهم ولا تكون مش كل حزب بما لديهم. يبقى التفرقة في الدين معناها ايه؟ معناها يا اما بعض الطوائف اثبتت شيء والبعض الاخر انكر ايه هذا الشيء، او انهم مرقوا من الدين يعني خرجوا منه بالكلية، ولذلك توضحها قراءة حمزة والكسائي ان الذين فارقوا دينهم، وحتى في الآية الثانية ولا تكونوا من يقرأها بنفس القراءة ولا تكونوا من المشركين، يحدث من المشركين من الذين هنا من ايه بيانية مش تبعيضية، من الذين ايه فارقوا دينهم، تبقى معناها النصارى لما ادعوا في المسيح انه ثالث ثلاثة او فارقوا، والجماعة الثانية الارثوذكس والكاثوليك كله فارق، يعني ما فيش مسيحي دخل في دين المسيح، كل فارق هذا الدين الايه الصحيح، ولذلك ربنا برأ منهم المسيح وقال ايه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. ومن اتباع المسيح في الحقيقة هم اهل الاسلام، النصارى لم يتبعوه الا في الظاهر فيه. انما هل اتبعه من دعم انه اله او ابن اله او انه ثالث ثلاثة؟ إذا كان المسيح نفسه ربنا سبحانه وتعالى يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، يعني هو تبرأ منهم. إذا كنا نكفر بإيه بإنكار شيء ثبت بالآحاد هذا لا يجوز أبدا، يعتبر شطط وغلو. ليه؟ الدليل على انه ما في احد كفر الفرق المبتدعة، حتى سيدنا علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، ولما سألوه هل هم مؤمنون قال عن الايمان ماله، هل هم ما قال عن الايمان خرجوا يعني في ميري، ها هل هم كفار قال من الكفر هربوا، هل هم منافقون قال لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا وهؤلاء يصلون تحترون فلاسكم إلى فلاسكم وعبادهم
وتسمع يعني لا يمكن دول يكون ولا منافقين ولا كفار ولا ايه تاني ولا مؤمنين. قال ايه؟ هم اخوانكم. اصابتهم فتنة، اصمت ايه اذانهم واعمت ابصارهم. وقال لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فليس من طلب الايه الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فوجده. يعني قال ما تقاتلهمش من بعدي، خلاص على كده، ده فتنة ومصيبة ومش هتنتهي. ده أحد قال له يا أمير المؤمنين لما قتلهم في النأراحة، قال لا لا ده هم في أصلاب الرجال إلى يوم القيامة، مش هتنتهي فتنتهم أبدا. يبقى معناها لم يخرجهم من الإسلام، بل حكموا بأنهم مسلمين. وسيدنا علي قال لهم ليكم علينا ثلاث حاجات كمان. قال يعني انتوا كده اخواننا ومعانا، ولكن ثلاث اشياء طالما انتوا التزمتوا بها خلاص لكم ما لنا، الا نمنعكم من المساجد. وبالله لو كانوا كفار يجوز دخولهم المساجد؟ قال مش هنمنعكم. ولا نبدأكم بقتال، انما بنقتلهم ليه؟ لان هم قاتلونا. واحد كان يقول مثلا بعض الجلد إيه، ولو أن كل كلب عوى ألقمته إيه حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدناء. هم يعوى عليك ويكفروك ويشتموك سيبهم في حال. إنما الآن الكلب مش عوى، ده الكلب هابش وماسك في رجل، فلازم تحمي نفسك وتدافع، هتسيبه راح يبعد. إنما لمجرد العواء اتركه ولا تلتفت إليه. إنما لو هجم عليك لازم دافع الصائل، سيبه ده حتى على الاقل لو ما قتلكش هيجيب لك داء الكلب، هتمرض نفس الايه المرض. يبقى اهل البدع واهل الاهواء ما حد حكم به بكفرهم، بل حكموا بانهم اهل بدع لا غير فقط لا اكثر. نعم إنكارهم لعدد من الأحاديث برغم استفاضة بعضها، بل فيها أحيانا متواتر، وزي قلنا المتواتر في خلاف إيه؟ في التكفير به. ذلك لأن الكفر بإنكار المتواتر غير مجمع عليه، إنما المجمع عليه إنكار ما علم من الدين بالضرورة، وهذا لا شك لكل عاقل أمر زائد على التواتر والإجماع كمان. يعني أحيانا نكون مجمع عليه لكن مش معلوم من الدين بالضرورة، وأحيانا نكون متواتر لكن مش معلوم من الدين بالضرورة. فالتكفير في إيه؟ في دائرة، فيما هو إيه؟ معلوم من الدين. وعاوز تقرأ كلام يريحك في هذا الشأن جدا، اقرأ في أول سورة البقرة كده في إيه؟ بعد الآيات الأولى، الآيات اللي ذكرت أهل، بعدها مباشرة خمس آيات في المؤمنين وآيتين بس في الكفار و13 آية في المنافقين. فالآيتين اللي في الكفار أولهم إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. جاء الرازي وقال كده صعب على المتكلمين والمحدثين والأصولي في تفسير الرازي أن يحدوا معنى الكفر. صعب المسألة، مش مستاهلة عشان تخرج واحد. قالوا بعد ما تكلم كلام طويل قال إيه؟ ولكنهم أجمعوا على أن الأصول ثلاثة: إيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما عدا ذلك فهي فروع، ولا تكفير في الفروع كلها إلا في مسألة واحدة، وهي إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وأجمعت الأمة إيه عليه. يعني مثلا طالما هو معلوم أصبح في إيه؟ في إجماع عليه. فتجد كلام العلماء دقيق جدا في إيه؟ في هذا الأمر. المعلوم من الدين بالضرورة يعني إيه؟ يعني معناه لا يحتاج فيه إلى نظر أو إلى استدلال أو إلى فكر. يعني معناها بضرورة كونك مسلما تدرك أن هذا من الدين، زي إيه؟ الصلوات خمس أركان الإسلام، زي مثلا شرب الخمر. ما يوجد مسلم ما يعرف شنو الخمر حرام،
ممكن ما يعرفش الحد مثلا 40 كذا 80 مش مشكله دي. لكن التحريم نفسه الحج مثلا لو واحد قال لك انا لو انت مثلا بعيد عن الاسلام ما تعرفش حاجه خالص واحد قال لك انا رحت الحج في ليبيا مثلا تقول ده ايه يعني اذا المعلوم انه الحج الى ايه الى مكه مثلا خلاص يبقى خلصت المساله يعني يعلم الكل بالضروره انه الحج فين والكعبه فين في مكه المكرمه حتى غير المسلمين يدركون هذا ويعرف خاصه الان في عصر الايه العولمة الذي اصبح العالم فيه زي قريه واحده صغيره فما حدش يجهل انه الحج فين في مكه هذا امر معلوم ايه من الدين بالضروره ذلك مثلا انكار الايه مثل انكار الاحاديث المتعلقه ببعض اشراط الساعه يعني مثلا في احاديث بعض الناس ينكرها زي ايه ظهور الدجال وزي احاديث وزي المهدي انزل عيسى اذا كان قلنا انزل عيسى المهدي ولا عيسى يبقى مثلا فيها بعض الناس بتنكر وعلماء وفي الازهر وفي ناس عملت رسائل دكتوراه في كده رغم انه ده خلاف اعتقاد اهل السنه والجماعه لكن احنا فرقنا قلنا في اصول وفي ايه وفي فروع فهل المسائل زي اللي هي مثلا انكار بعض اشراط الساعه حتى اشراط الساعه العلماء اختلفوا فيها قسموها الى صغرى وقسموها الى كبرى في بقى ناس ذكر ثلاث اقسام وسطى كمان في صغرى وفي وسطى وفي كبرى وبعضهم قال ايه صغرى لما ايه لما تستغرب على ما صغرى شوربه يذكر ايه يقول لك مثل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم برضو بعثة النبي ده حاجة صغيرة كيف يذكروها يعني يذكروا حاجات كبيرة قوي يحطها لك في الصورة وحاجات بسيطة كده الدخان يحطها لك في الكبرى فبرضو يعني المقياس نفسه مش عارف أنا على اي اساس يخلوها دي كبرى ويخلوا دي صغرى اللي ريح نفسه اللي قال وسطى يعني تمشي كده وبعضهم قال يعني معناها كبرى معناها ايه من اللي هي قريبة جدا جدا يعني في مثلا قريبة وفي وسط وفي قريب اشتداد القرب ممكن يكون معناها العلامة اللي هي معناها خلاص اخر العلامات وما تبقى اكبرهم دي زي طلوع الشمس من ايه انما هل في حد حصرهم هل في حد مثلا يبقى اذا لما يجي واحد ينظر في الحديث او مثلا في ثبوته وينكر بعض الاشراط اللي في الساعه وما انكر ان الساعه لها اشراط لو انكر فيه معناه بينكر القران نفسه لان القران قال فيه ذكر ان للساعه اشراط لكن لم يبين ما هي الاشراط على سبيل الحصر فلو قال انه ما فيش اشراط ونفاها يبقى معناها ايه انكار للقران الكريم انما لو انكر جزئيه او بعض وثبتت في حديث صحيح هل يكفر بهذا رغم ان احنا ممكن نفسق ونقول مبتدع مخالف لكن لا ايه لا نكفره زي انكار احاديث متعلقه به او انكار بعض علامات الساعه التي ثبتت فيه لكن لو انكر علامه ثبتت في القران ايه اللي ثبت في القران نزول عيسى لا الدابه إذا وقع القول عليهم أخرجنا ويأجوج ومأجوج ذكر في القرآن الكريم يبقى فمن أنكرها لا يحكم بكفره ليه لأنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة وإن كان نوعا من الابتداع او من الخروج عن السنن الايه القويم او عن منهج السلف لكن يعني زي كده ودون ذلك يعني ده احنا اتكلمنا على اعلى حاجه اللي هي ده حديث النزول سيدنا عيسى يمكن اكثر من في الجمله انما في الاحاديث يعني هي جملتها بعض نقل المتواتر لكن لو جبت الاسانيد لا تجدها من المتواتر الا ما كانش حصل الخلاف من اصله دون ذلك يعني دون موضوع أشراط الساعة والدجال ونزول عيسى عليه السلام أحاديث المهدي فإنها لا تبلغ هذا المبلغ مع أنه في بعض العلماء عمل رسالة في المهدي كبيرة موجودة كده اسمها مش عارف إيه عنوانها
ده يقول انه ايه كل ما ذكر من الاحاديث المتعلقة في المهدي ما كان منها صحيحا فليس صريحا وما كان صريحا فليس صحيحا. يعني الاحاديث الصحيحة التي ذكرت فيه ليست صريحة والصريحة ليست صحيحة، فانها لا تبلغ هذا المبلغ، وليس في الصحيحين شيء منها صريح. لكن طبعا ايه قلنا جمهور اهل السنة والجماعة يقرون به بها ويعتقدونها، لكن ليس على انها من الاصول التي يكفر الامر. نعم مين ما في داعي لذكر الاسماء عشان لم ينكر الناس، لكن انكر ان يكون شرط ملكوت ايه اولا الظاهره ان الظاهره ان مفهوم الاحاديث تدل على ظاهره الامه تكون لكن كل الاحاديث تدل على انه شخص اسمه ان في ظاهره انها شخص كل احاديث احد او احد البعض يفرض ان قلت هي ظاهره يعني هذا برضو امر لا يقبله العقل. لما انكر المهدي احسن ما انكر انه هو شخص. انا عندي لو انكرت انه ايه لو انكرت خالص احسن ما اقول ده مش شخص ده عباره يعني امر عقلي. لما واحد يقول لك ده ايه مش بينكر سيدنا محمد مش بينكر انه هو نبي بس بيثبت انه هو ظاهره، تفهمين إيه من كلام ما كلام يعني عينه شخص واحد بالضبط كده في مجموعه اشخاص. هذا الكلام مردود وان كان الرجل شيخنا وعلى راسنا وتعلمنا منه كثير، لكن في بعض الناس بسم الله ما شاء الله في تفيد الامه، ولكن احيانا يدخل في امور لا يحسنها كثير. عندي افه ومرض منتشر في العصر كل عالم نخوه يعني. نعم ده ان شاء الله تعالى حياتي في النبوات بعد ما نخلص صفات التلبيه وصفات المعاني حياتي. ما تخلناش ما تحرقش الافلام اللي جايه. الامر الثاني ما يدخل في معترك النزاع اللي احنا تكلمنا عن اشياء بقدر في مساله فيها نزاع موضوع المهد واشراط الساعه، في بعض الناس بتسكت وما فيش يعني هي مشكله كبيره بين الناس، انما المشكله احنا في الامور التي تثبت باحاديث احاد وليست متواتره ولم يدل عليها العقل ولا الاجماع زي ما قلنا، ولكن مثل الاحاديث المتعلقه بالصفات زي النزول والساق والقدم والوجه والضحك الى اخره والنسيان، هذه ايه اللي فيها معترك الايه النزاع. مما عرف الخلاف فيه بين السلف والخلف او بين المدرستين الايه الممتدتين على ايه مر العصور او بين اهل الاثبات واهل التاويل، والخلاف بين السلف والخلف لا يمس خد بالك ثبوت الحديث. يعني مثلا في خلاف في احاديث الصفات وفي ايات الصفات ايضا، لكن السؤال هنا هل الخلاف يمس الثبوت ام يمس الدلاله؟ يعني حتى اللي هم رفضوا الاستدلال بها على اثبات هذا النوع من الصفات اللي بيسموها الصفات القدرية، لكن لم ينفوا صحة الايه الاحاديث بخلاف الايات متفق عليها من الايه من الجميع. ولكن اصبح الخلاف ليس في الثبوت ولكن في المعنى والمراد به. اذا الخلاف لا يدخل في قضية الايه لا يدخل في الثبوت وانما يدخل في المعنى المأخوذ والاحتجاج بالنسبة له او الاحتجاج بالنسبة لهذه الامور الواردة في السنة الشريفة له ايه شروط. اول شيء قبل ما نتكلم في الدلالة اول شيء التأكد من صحة الحديث، يعني لازم نتأكد. يعني في بعض الناس اقاموا الدنيا واقعدوها على السؤال عن الله تعالى بلفظ ايه اين، رغم ان احنا قلنا متى لا يصح السؤال به عقلا، لانه متى يعني معناه يسأل به عن الموجود بعد عدم الذي له ايه بداية، اما الموجود الذي لا بداية ولا نهاية فكيف عقلا يتوجه السؤال عنه بمتى. يعني مثلا يقول لك متى جئت
يبقى معناها ايه؟ انا هديك مثال بسيطة. انا اغلقت عليك الباب وخرجت بالليل وجيت في سبحان اللي فتحت الباب وانت من ساعة ما سبتك لساعة ما جيت لك وانت موجود، فهل اسألك متى جئت؟ اذا كان انا رابطك وانا اللي فاتح وانا اللي مدخل، يبقى انا ما ينفعش. لو انا سألت هو هيستخف بي، قلت انت اللي مقيدني هنا وانت الان فتحت ووجدتني، فهل انا ولم والقيود ايه موجودة في يدي وفي رجلي، فكيف تسألني متى جئت؟ ده السؤال ده منتفي عقلا، لان الله تعالى لا بداية ولا ايه ولا نهاية. قال له اسأل عنه مثلا، يعني معناها وجد حادث، يعني معناها وجد بعد ان لم يكن، وكذلك الاين، لان الزمان زي الايه زي المكان. لكن تمسكوا بحديث اللي بتاع الجارية، مع انه عند التدقيق والاثبات والتحقيق تبين ان هذه اللفظة من تصرف الرواة، والحديث موجود في موطأ مالك وليس فيه، وفي مسلم برضه، في مسلم ليس فيه ايه لفظة اين، وانما اتشهدين. يبقى هذه اللفظة اللي اين من تصرف او من فهم مين؟ الله. من فهم الرب. لا الان بنسبة بنقول على المعنى، انت تتكلم طلعت من الاثبات الى الايه الى المعنى، نتكلم هل هذا اللفظ ثابت ام لا. في قاعدة يقول لك اثبت العرش ثم انقش. انما الان قبل انت ما تتكلم وتقول لي جائز ولا مش جائز، هل فعلا تأكدت من ثبوت هذه؟ متكلمش في الدلالة الآن، تكلمت تثبتت وتحققت وتأكدت من ثبوت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يجعلك في شك أن كم دخل في الإسلام من الناس أفواجا ولم ينقل مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بأين، لا جاءت في القرآن ولا العقل يقبلها، دلالة العقل تحيل المكان في حق الله تعالى، ولا الإجماع عليها. ثم تأتي بحديث أحد، ده أمر خطير، ده بيلغي حاجة من الصفات السلبية اللي هي المخالفة للحوادث، وتيجي تتمسك بلفظة أين. بالله عليك يعني ينفع نقبلها حتى لو في 50 حديث؟ مش لازم، مش لازم ايه نتثبت من ايه. ومع ذلك قلت لك اهل التحقيق والتدقيق لم يثبتوا ايه صحة، لانه في حاجة اسمها قرائن، يعني لو تكررت مرة او جات حتى انما ما فيش، يعني مرة واحدة ايه ده، ده حتى يعني على يعني استغفر الله، يعني طبعا الله ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي اللي قال مثلا دي يعني زلت لسان مثلا، يعني لو يعني لما قال واحد قال دي فلت، ما ممكنش ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن ايه عن الهوى، انه ولا زي ده لم يجري ايه هذا. زي عارفين موضوع الغرانيق، تتصور موضوع الغرانيق ده باطل عقلا، تمام كده، ويتنافى مع صحة الوحي وعصمته، ومع ذلك كثير ممن اشتغلوا بالحديث النبوي صححوا وابنه وابن حجر وناس كبار حكمت عليهم الصنعة، طبعا ما كلها تخصص وكذا، ومع ذلك القصة دي تقبلها انت؟ رف مرفوض الغرام. نعم نعم. لا أي الأين هنا متعلق بنا احنا مش بالله، أينما بالحادث، إنما الأين في الحديث مسؤول بها عن مين؟ عن الله تعالى. زي مثلا أينما تكونوا، يبقى المكان هنا المين؟ لنا احنا. أينما تكون في أي مكان تكون فيه يجي لك ملك الموت، يبقى الأين هنا أينما تولوا متعلق بمين؟ بالحادث، وليس متعلق بالله تعالى. السؤال بتاعنا والمشكلة والنزاع على ايه؟ على المتعلق بالله وليس المتعلق بالحادث، لان الحادث من شأنه ان يكون في ايه؟ في اين؟ يعني في مكان. خلاص اول حاجة ايه؟ التأكد والتثبت من صحة الحديث،
طب نمرة اثنين، يبقى الاحتجاج بالسنة له شروط. واحد، تأكد، خاصة في الحاجات الشاذة زي كده، في اللفظ اللي هو لم يتكرر في السنة كلها من أولها لآخرها إلا في رواية واحدة، زي مثلا إيه حديث اللي بيتمسك به كثير من الناس على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، يقولك إن رغم إنه في أحاديث أخرى ليس فيها إن أبي وأباك، إنما فيها إيه حيثما مرر، قال أين أبي، فلم يقل إن أبي وأبي، قال حيثما مررت بقبر كافر أو مشرك فبشره بن، ولم يذكر فيها أبي وأبوك من أصل إيه الحديث. طبعا لما يكون أحاديث كثيرة في موضوع واحد، إذا نجمع بين الروايات ولما نتمسك برواية واحدة، مش في حاجة اسمها ترجيح وفي جمع وفي وفي توفيق عند التعارض وفي توقف عندما لا يمكن إذا تعذر الجمع إذا معناها نقش يعني توقف، إنما لا ساب كله ده ولم يتوقف. والعجيب في بعض الناس مثلا ممكن يعني إذا مدح إنسانا أو أثنى على إنسان يحترز ويخاف، يقول لك إيه أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، وإذا حكم بالشرك يحكم مباشرة دون توقف ودون احتراز، يقول لك هو مشرك أو هو من أهل النار. شمعنا في المدح أنت بتقول عليه رجل عالم أو رجل، ما قلت عليه نبي ولا إله، وأحسبه وأظنه ولا أزكي على الله أحدا، وقال ما يدخل النار روح رمي كده زي كأنه برمي في الزبالة. لا يحترز، ممكن يجي على الجيران أو ممكن يقع على يقع على مسجد. أنا مرة واحد بيرمي حاجة كسرت عنده حاجة زجاجية كده، فبيرميها كده من البيت، طبعا أنت عارف البيوت في الصعيد قريبة من بعضها، فبيرمي الزجاج المكسر، فجاء علينا إحنا، فإحنا بنلومه بنقوله ليه أنت يعني مش عيب ترمي الحاجة عشان حق الجار، يقول يعني عندي زجاج كسر ارميه، قال فين، قال يعني بيقول شوف كيف. فاول مره افهم العذر اللي هو اصبح من الذنب، يقول قال كسر، قال اوديه، قال فين، قال انا قبل كده كنت اسمع اقول لك هذا عذر اصبح من الايه، اهو الان عرفنا ايه معناه، بيعتذر يقول يعني انا هودي فين، تودي فين، ترميه على اللي قلنا اول شيء ايه ان يتأكد من ايه اثنين، وده مهم جدا، ان يتأكد من دلالته على المعنى المطلوب. يعني قد يكون اللفظ ثابت لكن لا يدل على هذا المعنى اللي انت في دماغك وفهمك، خلاص كده، يعني ما يدلش على المعنى الذي ذهبت اليه، وانما يدل على معنى اخر مجازي له استعمال في اللغه العربيه، خلاص كده. يعني مثلا جاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى تجري باعيننا، قال عند استعمال عربي، وقال ورغم ان ابن كثير طبعا مدرسته معروفة، ولكن مع ذلك قال اي بامرنا او بمرأة منا او بحفظنا وكلاءتنا، اهو جمهور التفسير بس لازم يتأكد من المعنى اللي هو ايه يدل عليه اللفظ. ثلاثة، يتأكد من عدم وجود معارض معتبر عقلي او نقلي يصرف الحديث عن ظاهره يبقى الثالث هو ايه يتأكد من عدم وجود معارض، المعارض يعني اما يكون معارض عقلي او ايه او نقلي، يعني في مثلا حاجة دلالة عقلية تقطع بانه لا يمكن يكون المعنى الايه، زي مثلا في قوله تعالى قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا، طب يعني
يقطع العقل بأنه واهب الغلام أو خالق الغلام هي امرأة لم تتزوج لم يمسسني بشر ويأتي ويقول، فهذا لا يقدر عليه مخلوق، لا يقدر عليه إلا الله. فهنا تعلم يقينا أنه لا يمكن أن يكون الرسول ذا الرجال هو اللي حيهب لها الغلام، إنما أسند إليه لأنه جاءها بالبشارة، زي ما واحد يجيب لك جواب النجاح، هو اللي نجحك هو يجيب لك جواب دريب، فانت تفرح به رغم انه مش داخل بالقصه خالص، ولو كان في العكس كان هيجيبوا له برضه. يبقى ده ايه؟ اسناد، لكن في قرينه عقليه بتمنع ايه؟ اراده المعنى الايه؟ اللي هو انت تفهمه مباشره. يبقى خد بالك لابد يكون ما فيش معارض عقلي او ايه؟ او نقلي يصرف الحديث عن ظاهره. وليس للأسف الشديد بعض العلماء الكبار المشتغلين بالسنة يظن أن فهمهم لصحة الأحاديث والأسانيد يكفي في هذا الشأن اللي هو الاستدلال، لا، هذا علم ثاني مستخل، إذا أنت على العين والرأس ويرجع إليك وأنت مرجعية كبرى، أنت آية الله العظمى، لكن موضوع الاستدلال ده مش ليك أنت، أو على الأقل تعلم، إنما لا تعتمد على ايه؟ الثبوت والتواتر والصحة في الاستدلال. فكثير من الناس يلجأ الى هذا الايه؟ الاسلوب. خلاص كده؟ اذا ليس الاشتغال بالسنة وحدها كاف في هذا الشأن، يعني الاشتغال بالحديث لابد من الفقه ولا بد من الايه؟ الاصول، ولا بد من العقائد، ولا بد من اللغة ايضا. يقول العلوم يكمل بعضها بعضا. إذا كنت أنت وصلت إلى درجة الأستاذية وما عندكش وقت وعندك أبحاث وتشرف على ناس، يبقى على الأقل الدين القدر اللي هو يخصك، ثم إيه؟ أحل إلى غيرك، روح يبني لفلان، مش أنت تجعل نفسك كل شيء. يبقى لازم من معرفة إيه؟ فهم مقاصد الدين وقواعده الكلية والتمكن من اللغة ومعرفة ايه؟ اصول الفقه واصول التفسير. خلاص؟ يبقى وعلوم القرآن، ما كل ده متصل ببعضه، انما الاعتماد على السنة وحدها و احسبها زي ما تحسبها، تحسب اربعة تحسب خمسة، احنا ده كان هنحاسب، هنديلك في الاخر نحاسبك على ال، خلاص كده؟ نعم. نرجع إلى كلام سيدنا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه: وخامس الصفات السلبية. خلاص كده؟ أظن يعني تمت إيه الكلام. نأتي إلى إيه؟ الصفات السلبية. خامس الصفات السلبية هي إيه؟ آخر وحدانية، اللي هي الوحدانية. كلمة وحدانية منسوبة إلى إيه؟ نسبة؟ وحدانية زي كده عراقية مثلا أو شامية، يبقى هي نسبة إلى الوحدة. خلاص كده؟ لكن ليه ما أقولش الوحدية أو الواحدية كده؟ يبقى هنا قال لك الألف والنون دي زيادة للتأكيد، بالأصل إيه؟ أنها نسبة إلى الإيه؟ إلى الوحدة. والالف والنون، الالف اللي هي بعد الايه؟ بعد الدال، والنون اللي هي بقى النون اللي هي قبل الايه؟ الياء. طب والياء؟ ما هي واحده ما فيهاش ياء. قال لك للنسبه. خلاص كده؟ يبقى عندك الف ونون زائده للتاكيد او للمبالغه، وعندك ياء للنسبه، وفي عندك حاجه ثانيه تاء. تاء للتأنيث اللفظي. ده تأنيث لفظي ولا تأنيث حقيقي؟ تأنيث لفظي. وبعدين بعضهم قال طب يعني الواجب شيء منسوب للوحدة، مع أنها ترجع، المقصود هو إيه؟ إثبات الوحدة، يعني إثبات الوحدانية لله، لا نسبة شيء إليها. مش بننسب حقيقة. إيه معنى كلمة النسبة هنا؟ قال لك ما هو هنا يجوز، لأنه معناه هنا
حيث في حاجة مهمة عقلا وهي اتحاد المنسوب والمنسوب إليه. إذا معناها المنسوب هو نفس المنسوب إليه، لأن الوحدانية ترجع إليه إلى عدم الترتيب، لأن الواجب زي ما قلنا في الفترين كنا نتكلم على الواجب والمستحيل، الواجب لا يتعدد من أحكامه ومن شروطه أنه لا يتعدد. تبقى معناها لم نثبت شيئا، يعني لم ننسب شيء إلى شيء، فقالوا يجوز نسبة الشيء إلى نفسه من باب المبالغة في التأكيد. فنقول إيه وحدانية يعني نسبة إلى الإيه الوحدة، وبعضهم قال يجوز كسر الواو تبقى إيه الوحدانية، خلاص كده. وجابوا لها أمثلة من إيه من اللغة العربية. الخامس الصفات السلبية وحدانية. طيب الوحدانية عبارة عن إيه؟ سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. أول ما تسمع سلب الكثرة ما هي الصفات إيه؟ السلبية. والصفات السلبية مدلولها يعني إيه معنى كلمة صفة سلبية؟ يعني عدم أو سلب أو نفي. أول ما تسمع صفة سلبية يعني معناها بتسلم، يعني تنفي، تبقى بلا. فأول صفة من الصفات السلبية القدم، قديم يعني لا بداية، لا بداية، ننفي البداية. باقي البقاء لا نهاية، خلاص كده. يبقى أول ما تسمع صفة سلبية يبقى معناها لا، هي معنى قديم يعني لا بداية، باقي لا نهاية، واحد لا شريك، كلها لا، قيام بنفسي لا احتياج إلى غيره، مخالفة لا موافق، لا شبيه لا إلى آخره. ده معنى الصفات السلبية خمسة أعرفهم: القدم، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، الوحدانية. وكلها مدلولها ايه؟ مرة واحد بعث سؤال مش عارف هنا ولا في الكلية، بيقول ايه؟ بيقول لماذا نسميها الصفات السلبية مع ان في صفات المعاني سلبا، وفي صفات المعاني سلب مش كده؟ ولما نقول القادر بنسلق الضد، يعني بننزل ايه العلم، ولما نقول عالم بنسلق الجهل، ننفي الجهل، يبقى فيها سلب. لكن لما كان في صفات المعاني شيء زياده على السلب واثبات معنى زائد، اما في السلبيه فمش حاجه زياده على الايه على السلب، فنسبت الى السلب وحدها دون غيرها. واضح كده؟ إذا معنى سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. إيه معنى سلب الكثرة؟ الكثرة تتحقق بإيه؟ تتحقق بالإثنينية فما فوقها. فعندما نثبت الوحدانية يعني بننفي إيه؟ بننفي الاثنينية والثلاثة وما فوقها. يبقى اذا نفيت اذا نفيت التعدد او نفيت الكثرة يعني معناها بتثبت حاجة واحدة وتنفي اشياء لا نهاية لها، تثبت الوحدانية وتنفي الاثنينية وما فوقها. وما فوقها ده ما تستطيعش حطه فوق 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 الى ما لا اخره. يبقى اذا قبل ان نتكلم في شرح الوحدانية ان هذه صفة مهمة، ده هي اللي سمي علم التوحيد نسب اليها كده، ولم يسمى ايه مثلا يعني باي صفة، لان هذه اشرف المباحث واهمها وهي أساس الملة، ومن أجلها إيه بعث الله تعالى الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه
أنه لا إله إلا أنا، يعني دي إيه؟ دين أو عقيدة الأنبياء والمرسلين إلى أن تقوم الساعة. فالعقائد يستدل عليها بإيه؟ من حيث الاستدلال. طبعا في عندك حاجة الأدلة تتنوع نوعين، أدلة سمعية نقلية وأدلة إيه؟ وأدلة عقلية. فهنقسم العقائد كلها اللي هي الثلاث مباحث اللي هي إيه؟ الإلهيات النبوات والسمعيات، وتحفظ المسألة دي لأنه هنبني عليها مسائل كثيرة مهمة. العقائد من حيث الاستدلال عليها بالدليل السمعي والعقل ثلاث أقسام، واحد اثنين ثلاث، ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة، يعني الذي يتوقف عليه الخلق، الإيجاد، الاختراع، معجزات الأنبياء. كم حاجة من الصفات، والصفات مجموعها على بعض كلها كم صفة؟ 12 صفة عند الأشاعرة، تمام. والأثبت الصفة النفسية يبقوا 13، والأثبت المعنوية يبقوا كم؟ 20. الجملة كلها يبقى عندنا كم؟ 9 صفات يتوقف عليها الفعل، يعني الخلق. ومن ضمن هذا الفعل المعجزات التي جاءت بها الرسل عليه الصلاة. يعني مثلا ما الذي ينبغي إثباته لله حتى يكون خالقا رازقا فاعلا موجدا لمعجزات الأنبياء؟ لأقوى حاجة ظهر، أول حاجة الوجود، خلاص كده. بعد كده تأخذ من الصفات السلبية 4، وتأخذ من صفات المعاني 4، يبقى كام؟ 9. التسعة دي بيسموها التي يتوقف عليها الفعل، أو في بعض الكتب التي تتوقف عليها المعجزة، فهذه دليلها عقلي، خلاص كده. إذا الذي يتوقف عليه الفعل كم حاجة؟ دليلها عقلي. طب الأدلة السمعية إنما هي مؤكدة وإيه؟ وموافقة ومعضدة، خلاص كده. لكن ليست إيه؟ الاستقلال فيها للدليل إيه؟ العقلي ليتوقف عليها الفعل. يعني مثلا تعالى كده، لو أنت رأيت بناء جميلا قصرا عظيما كده، العقل يقول لك هذا القصر يتوقف على وجوده على أن له بان، يعني له فاعل، يعني له موجد، وهذا الموجد لا بد أن يتصف في العقل بهذه الصفات حتى يكون إيه؟ ننسب بناء القصر أو إيجاد هذا القصر إليه. أول حاجة أن يكون هذا الباني موجود، هيكون عدم. فإذا كان معدوما هتنتفي عنه كل الصفات اللي بعده. فأول حاجة الوجود. اثنين هناخذ من الصفات السلبية 4، أن يكون إيه؟ باقي حتى يبقى هذا القصر أو يتعهده البقاء. اثنين القيام بالنفس المخالفة الإيه؟ بعدين حياتي إيه الصفات الثانية؟ القدرة، العلم، الإرادة، الحياة. هناخذ من المعاني العلم والقدرة والإرادة والحياة، وهناخذ من السلبية 4. سيب الوحدانية دلوقتي، دي الصفات اللي يتوقف عليها الخلق ده بالنسبة لله تعالى. فأنا حبيت أقرب لك المثال بالعمارة أو بالبناء. يبقى اللي يتوقف عليها الخلق دليلها في الأصل إيه؟ عقلي. أما الأدلة السمعية تأتي إيه؟ وخذ بالك سبحان الله، أحيانا تجد الدليل في النقل ولكنه هو في الأصل دليل عقلي. يعني مثلا دليل الوحدانية لو كان فيهما آلهة اللي هتكلم عنه بدليل إيه ده؟ عقلي، وجاء به النقل. فالنقل يأتي بقضايا أو بمقدمات عقلي ويقول إيه؟ تفكر فيها ويدل عليها العقل الذي. فلو لم ترد في النقل مش كان ممكن العقل يأتي بهذه الدلالة؟ يبقى إذا الذي يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة دليله إيه؟ عقلي. والسمع إنما يأتي إيه؟ موافق ومؤيد ومؤكد. ما يرجع لوقوع جائز زي ايه؟
أحوال القيامة وما فيها من جنة ونار وصراط وميزان ونعيم وعذاب إلى آخره. كل ما يعني يصل إليه العقل هو القول إيه بالجواز، أما القول بالقعدة يحتاج إلى دليل إيه دليل سمعي. عندما يرجع لوقوع جائز زي أحوال القيامة والجنة والنار فهذه لا يستدل عليها إلا بالسمع، إذ غاية ما يصل إليه العقل الجواز للوقوع. خلاص كده. الثالث ما لا تتوقف عليه المعجزة ولا يرجع لوقوع جائز. إذا لا تتوقف عليه المعجزة ولا اللي هو زي الأول ولا زي إيه ولا زي الثاني، ده كيف ده مثل إيه؟ كصفات السمع والبصر والكلام وما يتصل بها، فهذه دليلها سمعي فقط. بعض الناس جعل يمكن الاستدلال عليها بالعقل، لكن لا نوافقه في ذلك. الصفات التي لا تتوقف عليها المعجزة ولا تدل على وقوع جائز لا نثبتها إلا بإيه؟ لا بالسمع فقط. لو قلت بالعقل هتفتح المجال للمعتزلة وهتفتح المجال لمشاكل كثيرة جدا، زي صفة الايه الكلام والسمع والبصر دليلها ايه السمع. يبقى احنا قلنا كل الصفات دلوقتي، قلنا الثلاثة اللي هو السمع والبصر والكلام، وقلنا التسعة اللي هم سام أربعة بالسلبية أربعة مع المسام والوجود والوجود وكي تسعة ودولة كام ثلاثة ثلاثة كام الجبق واحدة اللي هي الوحدانية، ولذلك اختلفوا فيها وكانت معركة كبيرة. هل الوحدانية دي دليلها عقلي ولا دليلها سمعي ولا الاثنين مع بعض؟ الراجح أن دليلها عقلي. ليه؟ لأنه لو انتفت لحصل التمانع اللي هو دليل التمانع، هنتكلم على دليل التوارد، والتمانع يسمى دليل التطارد أيضا، وفي دليل ثاني في الآية اسمه دليل التوارد. لو انتفت الوحدانية لإيه؟ لثبت التمانع، ولو ثبت التمانع لانتفى الفعل، وحيمنع أحدهما الآخر من إيجاد شيء، فلا يوجد ممكن من الممكنات ولا مخلوق من المخلوقات. يبقى الأصح أن دليل الوحدانية دليل إيه؟ عقلي. طب ما الأدلة الموجودة المشؤون بها القرآن الكريم في إثبات الوحدانية؟ إنما هي أدلة عقلية، لكن جاء النقل لتقريرها وإيه وتأكيدها. وتعالى كده مثلا ايه انظر الى الادلة وتأمل فيها، تجد ان الله تعالى بعد ان ذكر آية صريحة في سورة البقرة ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون. يعني دليل أدلة عقلية جاء القرآن إيه باستعمالها وتأكيدها وتقريرها ودعوة الناس إليها. ولذلك مثلا أعظم دليل عقلي في القرآن الكريم على إثبات الوحدانية، والدليل العقلي إذا ذكر في القرآن بعض الناس يقول لك نقلي، لكن هو في الأصل جمع بينهما، نقلي لأنه ثبت في النقل، وعقلي لأن العقل يؤكد يعني لأنه قائد المقدمات اللي فيه مقدمات إيه عقلية، يعني فيه مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وفيه قياس وفي نتيجة، مش كده؟ أهو ده معنى دليل إيه؟ دليل عقلي. لو الشرع ما هي موجودة في العقل حتى لو لم يأتي بها الشرع، لأنه العقل موجود عندك قبل أن يأتي الشرع، لكن كونها نظمت بهذا الأسلوب الحكيم المعجز لا ينفي أن يعني كل ما في الأمر أنها في النقل محكمة،
وهي وقطعية، إنما ممكن تكون في مغالطات في الأدلة العقلية اللي عندنا، إنما إذا جاءت النقل تقل من هذا، لأنه من لبن إيه؟ حكيم كبير لا يأتيه الباطل. يمكن أن تجيب دليل عقلي بس تبني في مغالطات، ممكن واحد ينقض هذا الدليل، لكن الحمد لله الأدلة العقلية القرآنية حدش يستطيع ينقضها، وإلا كان الكفار اللي خوضوا بها كانوا ممكن عارضوها بالإيه؟ بالأدلة العقلية، إنما كل ما في الأمر لجأوا إلى إيه؟ لم يعارض الحجة بالحجة، وإنما إيه؟ اتهموا الرسول باتهامات الجنون، ده دليل على إيه؟ عجزهم عن مقارعة الحجة بالحجة، لأنه لو كان عندهم حجج عقلية مش القرآن بيقول لهم كده قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم، لكن لو كانوا يستطيعون الكلام والردود العقلية ما كانوا سكتوا، إنما كل ما في الأمر لجأوا إلى الاتهامات والأكاذيب واتهامه بالجنون والسحر حتى يصرف الناس عن الإقناع الذي فيه. فلو خلي بين الناس وبين عقولهم بدون مؤثرات وبدون يعني مثلا عصبيات وبدون أهواء، إيه اللي حيحدث؟ لا تجد إيه، حتى بعض العلماء قال لم يبقى على وجه الأرض كافر، ما فيش حجج بعد كده، قل فلله الحجة، والحجة ساطعة وسهلة ومقنعة وواضحة، يعني ما مش ممكن يمتري فيها أحد. أما الجنين جاء من التعصب ومن الإيه زي ما يقول لا يعني الشيء واضح مثل الشمس وأنت تنكره، ده إما يرجع ليه لعمى أو لفساد في الخلل جهل. ده يبقى خامس الصفات التلبية عبارة عن إيه؟ الوحدانية، وإنها عبارة عن إيه؟ تلب يعني نفس، الكثرة في الذات والصفات والأفعال. طبعا كل واحد عاوز إيه شرح بسم الله ما شاء الله. هنا عبروا عنها كده سلب الكثرة يعني نفي الكثرة في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، قالوا كده عبارة موجودة إلى الآن وقرأت قديما وزرتنا لنفي الكموم الخمسة. كلمة الكموم يعني جمع كم، كم وكم وكمان، باب الجمع تبقى كموم، والكم يسأل به عن الايه؟ عن العدد، والكم يعني ايه؟ عدد، والكيف يبقى هيئة او حال او صفة او انفعال، انما الكم يأتي في الايه؟ في المعدودات. طيب وحدة الذات، خلينا في الأول في الذات، يبقى معناها بننفي ايه؟ بننفي حاجتين، ننفي الكم المتصل في الذات. ايه معنى نفي الكم المتصل في الذات؟ افهم بس واحدة واحدة بقى، قلنا كم متصل وكم ايه متصل. الكم المتصل يعني معناها في عدد، في عدد يعني واحد في تعد يعني، ولكن بين المعدود اتصال، ما فيش انفصال، يعني في يعني شيء متركب من اجزاء، يعني مثلا انا بين ايه واحد ولكني كم متصل، فممكن تعد فيها 300 حاجة، يعني بالظاهر ديك مثلا عينينه عددا والأنف فيه ايه عدد والفم فيه اعداد، عد كده كم سنه كم نابه، في كم حاجة في الانسان 32 سن 32 المقدم الموجود في الاول في المقدم اسمه ايه الثنايا، حتى في التجويد العليا والثنايا السفلى، اثنين من كل جانب، كم ولا مش كم ده؟ ده بقول لي يليها مباشرة بعد الثنايا الرباعية بالتخفيف كده مش رباعية، رباعية عددهم كام؟ أربعة، واحدة من كل جانب فوق وتحت، قام الثنايا اثنين ملتصقتين جنب بعض، الثنايا العليا اثنين فوق والسفلى اثنين ايه؟ تحت، طب والرباعية المجاور واللي تحتها بكام؟ ايه دول اربعة، بكام عددهم؟ بعد الرباعيات الانياب، الانياب كام عددهم؟ اربعة، واحد فوق من اليمين وواحد من الشمال وواحد تحت، واحد فوق واحد تحت من هنا ومن هنا، بكام؟ اربعة، واربعة اربعة 12،
يأتي بعد النام اسمه حاجة اسمه الطاحن، قبل الطاحن في حاجة اسمه الضاحك. الضاحك يعني عندما يضحك الإنسان يظهر. الضاحك ده عددهم كان برضو 4، واحد فوق واحد تحت من كل جهة. إذا ضحك الإنسان يظهر خلاص كده، وكان دلوقتي عندنا كان 16. بعد كده حاجة اسمها الطاحن اللي تطحن بيه الهريس والأكل وتبقى هو أول أسنان يعني تسلف وتخرب بسرعة. الطواحين عددهم كان دولة 3 فوق و3 تحت من كل جانب، يعني شوف 3 و3 6 و3 هنا 6 12 12 و16 كم 28. آخر حاجة اسمه الناجذ اللي هو اللي يسموه لا ينبث إلا بعد إيه أن يبلغ الإنسان سن الإيه البلوغ، يسموه إيه ضرس العقل. وذلك في الحديث إيه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل بالأنياب ولا بالثنايا ولا بالقواطع. ليه؟ لأنه ده قوي جدا. فإذا عضيت عليه مثلا لو مسكت بخيط أو بحبل وعضيت كده واحد شد بقوة يقلع الايه الأسنان دي كلها، إنما الثاني ما يستطيعش قلعه إلا بقلع الرقبة نفسها. فقوي إذا تتمسك بالدين عند فساد الزمان وعند ظهور الفتن وتعض إيه بقوة بالنواجذ. شوف كده القوة. أيوة نعم. لأنه مستطيل بيأخذ الحافة من إيه من أولها إلى آخرها، بس بعد إيه بعد مخرج الجيم والشين والياء، لأن ابن الجزري أو العلماء التجويد ذكروه متأخرا، فاستدلوا قالوا يأتي من الحافة من إيه من وسطها إلى إيه إلى والضاد من إيه لا شو هذا كلام إيه والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو ثمها واللام أدناها لمنتهى. هنسيب وداء توحيد ولا تجد نفسه. يبقى قلنا إيه الوحدانية الذات يعني الكم، نفي الكم المتصل. إيه معنى نفي الكم المتصل؟ يعني نفي تركب الذات من أجزاء، يعني ليست كذات الإنسان أو جسم من الأجسام فيها أجزاء مركبة يتصل كل جزء منها بالآخر. أو معنى نفي إيه الوحدانية في الذات اللي هو نفي إيه الكم المتصل. إيه معنى نفي الكم المتصل؟ أي أن الله تعالى ذاته ليس فيها تركيب ولا أقسام ولا أجزاء ولا أبعاد مثل إيه ذا نعم. وليه سموه متصل؟ لأن كل جزء يقوم عليه الجزء الآخر، يعني كل جزء محتاج أو مستند أو يعني مشترك مع جزء آخر، لكنها كلها إيه في ذات واحدة. فالأجزاء الموجودة أو المجموعة في ذات واحدة يقال لها كم متصل. زي مثلا الآن الكرسي له أجزاء كل جزء منها متصل بالآخر وهي مجموعة في كرسي واحد، فتسمى كم إيه. أما الأجزاء التي في كرسي آخر فتسمى كم منفصل، دي أجزاء ودي أجزاء ولكنها ليست متصلة فتسمى إيه منفصل. إذا معنى الوحدانية في الذات، أول حاجة ننفي حاجتين، ننفي الكم المتصل يعني ننفي تركب الذات من أجزاء، برضو الكم المنفصل ننفي تعددها. يعني معناها أول حاجة الذات ليس فيها تركيب ولا أبعاد ولا أجزاء، وهي نفسها ليست متعددة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يكون معه تعالى إله ثاني. خلاص كده؟ يبقى معناها لما ننفي الشريك عن الله يبقى ننفي الكم المتصل ولا المنفصل؟ ننفي المنفصل، احنا في الشريك. يبقى كده معنى الكم المنفصل يعني الذات ليست متعددة، يعني الحق تعالى إله واحد
طب منين نجيب في القرآن حكاية بعض الناس يستغرب ده الكلام ده بتاع المتكلمين وبتاع الأشاعرة، لكن فين القرآن؟ القرآن ده ربنا واحد وخلاص. لا لا أيوة، لأن الله تعالى وصف نفسه في القرآن بأنه أحد وبأنه واحد. عارف أحد ده بيان في الكم المتصل، وواحد بيان في المنفصل. لكن انت مش فاهم، رحت انت جايب للولد وجايب لمش عارف مين وجايب للأخت والعم ومش موجود. يبقى نقول تاني، الكم المتصل في الذات يعني نفي تركبها من أجزاء، والمنفصل يعني الذات واحدة مش متعددة، يعني ما فيش معاه إله ثاني، هو سبحانه من حيث الذات أحدي فلا تركيب، وواحدي فلا تعدد. ولذلك لما جاءت في سورة قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد يعني ملوش شريك، الله أحد يعني ما فيش فيه تركيب. فعرفت الفرق بين أحد وبين واحد؟ هي موجودة في القرآن، لكن أنت خبر ببالك تفهم أنه أحد يعني واحد، وما تفهمش أن دي متعلقة بالمتصل والثانية متعلقة بالإيه، فما فيش حد يعني جاب حاجة من عنده، بس عاوز إيه تأمل في القرآن وتفكر. السورة يا مولانا كانت عن سؤال الصفة. أيوة السؤال عن سورة، حتى هي سورة سورة الإخلاص، فلا خلاص من النار إلا به بالاعتقاد بما في هذه الصورة. قل هو زي صفة الله، صفة اليهود لما جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فنزلت إيه قل هو الله أحد، الله إيه الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه. لذلك بعض العلماء إن شاء الله في المرة الجاية بفكرون نشرحها، أن هذه السورة نفت من الكفر 8 أنواع مش نوع واحد، يعني في 8 أنواع كفر السورة دي نفتهم كلهم. فإذا فهمنا إيه الواحد بالذات يعني إيه؟ ها؟ واحد بالذات يعني إيه؟ ها؟ نفي الكم المتصل يعني ايه؟ مكان يعني عدد. زي ما اقول لك بكم اشتريت هذا الكتاب، تقول لي مثلا ب10، لازم يكون، طالما قلت لك كم يعني لازم يكون في عدد. يعني الفرق من اجزاء مثلا 5 أجزاء، الجزء الخامس تعلق بقاء وعدود الخلطة، ما حتى لو كان من 100 جزء، يبقى الجزء ال100 ده متعلق متركب على 99، يعني معناها ما فيش حيكون الجزء الاعلى الا اذا وجد اللي قبله الجزء، وهكذا الاجزاء دي متصلة ببعضها حتى تقوم بها الذات. هذا المعنى غير موجود، منفي، لانه وهذا تصور ده منفي مش بالوحدانية، منفي بالصفة اللي قبلها اللي هي المخالفة للحوادث. امال اللي حيتنفي بالوحدانية اللي هو المعنى الثاني اللي هو التعدد. يبقى الكم المتصل ده منفي قبل ان نتكلم عن الوحدانية بصفة انه تعالى مخالف للحوادث، فطالما مخالف للحوادث لازم ننفي الكم المتصل، انما اثبات الوحدانية ده لازم عاوز صفة ثانية، رغم ان الصفات كلها فيها استلزام، يعني يستلزم بعضها بعضا، ولكن ما ينفعش ناخذ بالاستلزام، لان قلنا الشرع جاء بإثبات مجمل وإثبات مفصل، وجاء بنفي مجمل ونفي مفصل، فنفصل حيث فصل الشرع ونجمل حيث أجمل الشرع. هذا أمر، فيه أمر ثاني إيه اللي هو اتباع إيه الشرع الحنيف. فهمنا ثاني؟ فإذا سمعت أن الله تعالى واحد في ذاته لازم تفهم حشيم نفي الكم المتصل، يعني الذات ما فيهاش تركيب، ما فيهاش تبعيض، ما فيهاش انقسام، ما فيهاش فوق وتحت ولا يمين ولا شمال، ولا فيهاش عمق ولا فيهاش ارتفاع، كل ده منفي عن الله ده. وكذلك لا توجد ذات اخرى تماثل ذاته، يعني ما فيش اله ثاني. وقال الله لا تتخذوا ايه الهين اثنين انما هو ايه اله واحد. وقلنا من حيث الذات احدي، اذا قلنا احد يعني ما فيش ايه. نعم.
الاسماء كلها دي ما عدا الاسم العلم كلها صفات، يعني اوصاف، هي كلها اوصاف في الاصل. ولكنه لما لم يشارك الحق سبحانه وتعالى فيها احد اصبحت اسماء يعني اعلام، لانها لا تطلق الا عليه. ولله الاسماء الحسنى، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فالاسماء دي في الاصل صفات، ولذلك كل اسم ناخذ منه صفه وليس العكس، يعني ما نخش من الصفات اسماء. فمثلا من صفاته انه متكلم الكلام، لكن لا نسميه المتكلم. وقال تعالى انني معكما اسمع وارى، لا نسميه الرائي، لان الاسم جاء له البصير ولم ياتي الرائي. ففي قواعد هامه في فهم الاسماء والصفات والفرق بين الاسم وبين الصفه، ده حياتي ان شاء الله تحضر معانا ومش هنقول لك كل حاجه مره واحده، بالتدريج ان شاء الله. لو في لانه هو لسه نتكلم، لو في وربنا قال كده، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. ويجب في تنبيه مهم، يجب ان تفهم ان الا في الايه ليست اداه استثناء، والا حتقع في في معنى خطا، وهو ان الايه بدل من ان تقرر التوحيد حتقرر الشريك. الا معناها في الايه الا صفه بمعنى غير. لو كان فيهما الهه غير الله كده معناه لفسدتا. انما لو كانت اداه استثناء هيبقى معناها لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني معناها آلهة ليس فيهم الله، هتفسد. افرض في آلهة والله معهم إذا ما فيش فساد، يبقى كده هتثبت الآية الشريك مش هتنفي. يبقى إلا مش أداة بمعنى غير. طب وإلا في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، دي بمعنى دي؟ دي استثناء من ديري. ما فيش الا خالص اصلها ان لا، بس في ادغام هنا زي اشهد ان لا اله الا الله، فيها ان دي ان شرط، دي شرط دي مش استثناء، وجاءت عليها لا، لكن في الرسم سكت زي زي الا، فما فيش الا خالص هنا. ولذلك بعض الناس يستغرب الا طب فين المستثنى وفين المستثنى منه وفين ويدور مش هيلقى حاجة خالص، لان هو توهم انها الا الاستثنائية، وهنا ما فيش الا اصلا، ده هي ان الشرطية، يعني ان لم تنصروه، ان تخليتم، ان تخاذلتم عن نصرته فقد نصره الله. وهذا اللغة كده يا مولا، اللغة كده انه بتستعمل حرف بمعنى، بتستعمل حرف بمعنى. نعم ايوه، ما هو غير تأتي استثناء وتأتي صفة، يعني غير لها استعمال ربما، انما الا استعمال واحد اعمال استثناء خلاص كده. لا يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله، ما يقولش ان، ما يظهرش هنا اصل النون الساكنه اذا جاءت بعد لام نبغم وننظر بلام مشدده، ده ابسط قواعد الدليل، لان الاذان ده بنجري عليه احكام، ما يجيبش حتى زياده في المسجد، ما يقولش ما يجيبش زياده عن سته، في احكام في الاذان اللحن فيها يفسد المعنى خلاص. مره اتكلمنا فيها مره نون باب كام ولا خلاص الله. والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل افضل صلاه على افعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على
كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل صلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.